بس لا سن ام المي معز الشايب. مش شايف شيء كروه سجعش هذا كانه ذن ذن طوال زياده اللزوم. الناس اللي تشوفنا اول مره لا تبخلون علينا متابعه ولايك وتعليق حلو مثلك. صباحكم الله بالخير ويا هلا ويا مسهلا بالجميع. طبعا قعدنا نفطر اليوم، الشايب يريد يروح على البلد فمشان هيك قعدنا من قبل طقعة الذيب. هذا حلال مضوي، هذا الشاي حوله. هذا بعد ما شدينا الحمر شدينا على هذا، هذا اقراض خفاف. الشايب راح يروح يرميهن قدام بالمكان اللي اضوي بيه الغنم الظهر ويروح علشان نجيب لنا خبز. هذا الشمس قربت تطلع، هذا الحلال ديه. الجو بوز بوز بكل معنى الكلمة. الفيديو هذا يوم الثلاثاء 19/9. الجو بوز لدرجة اني لابس كل هدومي. انا مخلي شي ماني لابسه. تحياتي لكم جميعا، ربي يحفظكم، محبتكم نكبر. الناس اللي تشوفنا اول مرة لا تبخلون علينا متابعة ولايك وتعليق حلو مثلك. وما شاء الله الرعي، يعني صراحة ما كنا متوقعين ان الرعي يكون هيش على الطريق. ما شاء الله السنة الرعي حيل طيب، حيل حيل طيب. وانا الشايب راح يجيب لنا خبز، ما يجي لا العصر، انا شوي شوي موجه على المي. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الحمري مثل ما هو، شلون طالع بالربيع مثل ما هو، ولا كأنه طابته غنم. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا المي صارت هين جوه. وهذا الحلال، هذا الشايب جايب المعزة فوق المي، وهذه غنمنا. ايه دوغسان بيش اري. والله معز الشايب طيبات ما شاء الله عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. بس لاسن ام المي معز الشايب. الغنم جاية وراي، وردت هناك ولكن المي كانت قليلة، بيومي هنا قدامنا زات نورد عليها ونطلع الغنم نضويها. هذه المي الثانية وصلناها، هاي الغنم ونشوفها ما شاء الله رايحة لتحت. هذه النبعة، بس النبعة هاي ما فيها اهتمام خالص، صفر. طبعا هذا روث الدب. هذه غنمنا، هذه الغنم، هذه وهي غنم النوب جايه اليوم ثلاث غنم بنفس المكان. مش شايف شيء كروه. وهاي الغنم مضوية هناك، جيت اخذ حطب علشان نسوي غدا. اليوم ثلاث غنم مضوين عند بعضنا. طبعا هالغنم اعرفهم،
ولكن مكاناتنا كانت مختلفة، يعني هم كانوا بمكان واحنا كنا بمكان ثاني. هذا كان رايح يجيب مي، زاد جاب مي وجي. نشكر جحاش ونشكر بلاويهم. شوف هذه حصان فرس ومهرتها، هذا جحش. الجحش هذا كأنه ذن طوال زيادة اللزوم. هذا حصان، هذاك حصان، هذا نجحشين وراي. وي بوبو، وي بوبو بوبو. حاشاتهم أكثر من غنمهم. سوشيال ميديا دا بايلا شورو يزدر قريب 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 من هذا. بعد ما هيجنا الغنم راح نرجعها على المي نورد هيك. اليوم شكلنا راح نظل بالمكان هذا، ما اعرف الشايب قاعد يجي هذاك، راح من الصبح تو يجي هذا. وين هذا الجحش جي والشايب ما جي، بس ما وقع من فوق الجحش وانكسر ظهره الشاي باين. هلا الجحش موجود الشايب مو موجود. عموني تشيك على لي تشيك رامو قندرا بوش بير رمي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شلون الخضار، شلون الرعي، شلون الحمري. O demek göl yapmışlar, o su dereye geliyor. O ne biçim su duruyor. Ne tür? Bak öyle pis odunları alma. طبعا الجبلة هذه هي قرى بابا، والجبل اللي وراها منقاد هي كوربوق. طبعا بعيدة هي، ولكن كونها جبلة كبيرة تبين من هنا. لو نيا بوجين كوين على قارن تشيو، كان يور مغر ولا مش عندهم مكان. وهنا تارك الغنم ورايح أدور مراح. هذا حمارنا محملي على حطب، وهاي الغنم هنا بالرجلة رايح أشوف مراح نمرح بيه قبل لا تعتم العين، نعير الحاننا مراح مزبوط. وهذا مراحنا اليوم، راح نمرح الغنم هين. هذا مكان النار الظهر فيه رعيان ممرحين قبلنا، ولكن اليوم المراح يخوف لأنه الشجر قريب علينا. يعني الشجر هذا بالليل يكون مليان ذيابة ودبوبة والله أعلم. أصدقائي اللي شوفنا أول مرة لا يبخل علينا المتابعة ومشاركة الفيديو. تحياتي لكم جميعا، ربي يحفظكم محبتكم نكبر، ودائما الغد مجمل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.